أشرت بالأمس إلى أمر يتعلق بالصلاة، وهي أن الصلاة أعظم أبواب الغفران، الصلاة أعظم أبواب الغفران، غفران الذنوب. وجاء حديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان شأن الصلاة في الغفران وعظم أمرها في غفران الذنوب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الصلوات مكفرات للذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث آخر بضرب المثل، المثل العجيب الذي وضح ما في الصلوات الخمس خاصة من حتى الذنوب وغفرانها. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر، في رواية نهر غمر غزير الماء، فاغتسل به، يغتسل به أحدكم في اليوم خمس مرات، أيبقى من درنه شيء؟ إذا كان كل يوم أمام بيته نهر وكل يوم يغطس في هذا النهر ويغسل جسمه ويدلك جسمه في هذا النهر الجاري ويخرج خمس مرات في اليوم، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك مثل الصلوات الخمس يحط بها الله الخطايا. فالصلاة أعظم أبواب الغفران، ولهذا المصلي ينبغي أن يستشعر هذا المعنى في كل مرة يصلي. وسبحان الله، الغفران الذي يتعلق بالصلاة يبدأ من الطهارة، ولهذا تجد في الطهارة أحاديث تدل على أن الطهارة أيضا تتساقط بها ذنوب، وأنت تتوضأ تتهيأ للصلاة. إذا كان في الوضوء للصلاة، في الوضوء الذي هو استعداد وتهيئ للصلاة، تحت ذنوب، فكيف بالمقصد الذي هو الصلاة وما يحت فيها من الذنوب؟ ثم أيضا إذا مشيت للصلاة، الطريق، كل خطوة يحت فيها ذنوب، كفر عنه بها خطيئة. ثم لما تنظر في أعمال الصلاة، كل أحوال الصلاة فيها طلب الغفران، كل أحوال الصلاة، الاستفتاح فيه طلب غفران، الركوع والسجود كما مر معنا، الرفع من الركوع بعد التحميد كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، والسجود والجلسة بين السجدتين وقبل السلام وبعد السلام، كل أحوال الصلاة فيها طلب غفران، كل أحوال الصلاة فيها طلب غفران. ولهذا ينبغي على المصلي أن يستحضر هذا المعنى ويرجو في كل مرة، كل مرة يصلي يرجو الله سبحانه وتعالى أن يحط عنه بهذه الصلاة ذنوبه وخطاياه. أي ذنوب؟ أي ذنوب؟ أوله وآخره، دقه وجله، علانيته وسره. الحديث الآخر: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يطلب من الله ويرجو، يطمع أن يخرج من صلاته بنقاء وسلامة من الذنوب. ولا يزال هكذا كل ما دخل في صلاته، خاصة الصلاة المكتوبة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعظم الصلاة المكتوبة، وأن يعرف مكانتها، وأن يعرف العوائد العظيمة التي تعود عليه بضبط الصلاة والعناية بها
بأركانها وشروطها وآدابها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه التضرع إلى الله تعالى وطلبه المغفرة من جميع الذنوب، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقد قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نعم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. هذا مر معنا في حديث علي أنه يقال في الصلاة قبل السلام، قبل السلام قبل أن يسلم يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الصلاة عجيبة في طلب الغفران في كل أحوالها، تستفتح بالاستغفار، تركع مستغفرا، ترفع مستغفرا، تسجد مستغفرا، تجلس بين السجدتين مستغفرا، تتشهد مستغفرا، تسلم مستغفرا. كل أحوال الصلاة فيها طلب الغفران. ولهذا هذا المعنى يعني، وإن كنت أعيد وأكرر حتى نثبت في أنفسنا جميعا هذه المكانة هذه المكانة لطلب الغفران في الصلاة وتحري طلب الغفران في الصلاة. والأحاديث التي تتعلق بطلب الغفران في الصلاة بدءا من الطهارة ثم في السير إلى المسجد، إلى المسجد يعني الخطوات التي يخطوها، ثم أحوال الصلاة والأحاديث التي وردت، الأحاديث التي في هذا الباب كثيرة. ولهذا قريبا بإذن الله عز وجل سأعلن عن مسابقة علمية بحثية محكمة في هذا الباب حتى نتعاون على جمع هذه الأحاديث ومذاكرتها. وعندما تعلن المسابقة نصيحتي لكل واحد أن يشترك من أجل أن يفوز. بماذا؟ برضا الله سبحانه وتعالى، يقرأ ويجمع الأحاديث وينظر فيها، وما عرفه منها يدل الآخرين عليه حتى نعرف هذا المقام العظيم الذي في الصلاة، الذي وغفران الذنوب. ما أحوج الأمة إلى أن تغفر ذنوبها وعندهم هذا الباب، باب العظيم في الصلاة. فإن شاء الله قريبا نعلن عن مسابقة علمية بحثية في الصلاة وغفران الذنوب، الصلاة وغفران الذنوب بدءا من الطهارة وتعريجا على السير إلى المسجد وما ورد في الأحاديث، وقبل ذلك الأحاديث العامة التي فيها فضل الصلاة في غفران الذنوب، ثم أحوال الصلاة في الركوع والسجود وغير ذلك. نعم.